الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله الله يا الله والله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم بعد أن بيّن السيد الشهيد رحمه الله متى يجوز عقلا التعجيز وصلنا الى مبحث اخر وهو اخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم يعني ما معنى ذلك يعني هل يمكن ان يكون العلم أو الحكم مختص بالعالم فقط أم لا؟ يضرب لنا مثالا ويقول: لو جُعل الحكم على نهج القضية الحقيقية، يعني ما معنى القضية الحقيقية؟ إذا زالت الشمس فصلي مثلا، أو إذا علمت بالحكم فيجب عليك، إذا علمت بوجوب الصلاة فتجب عليك الصلاة، مثلاً. هذه من ناحية نظرية، من ناحية نرى أنه ماكو فيها أي مشكل، باعتبار أنه راح يكون عندنا قيود الحكم، من قيود الحكم العلم بالحكم، فإذا علمت بالحكم ف بعد ذلك يكون الواجب عليك فعليا، يعني مثل الزوال بالنسبة إلى الصلاة هنا العلم بالحكم بالنسبة إلى الحكم، فكما هناك بالنسبة إلى الزوال إذا زالت الشمس فصلي هنا إذا علمت بوجوب الصلاة فصلي، فيكون الفعلية متوقفة على العلم. هذا من اللي فلا يكون الحكم فعليا الا اذا علمت به. ولكن قد يقال بانه اخذ العلم في موضوع العلم مستحيل. لماذا؟ احنا صورنا جانب الـ الـ القيديه، الان كيف يمكننا أن نصور جانب الاستحالة. شوفوا الاستحالة من أي شيء ناتجة؟ ناتجة من الدور، توقف الشيء على نفسه. أما كيف هذا الدور؟ الآن راح نبين. احنا عندنا الآن أنا منتظر الحكم يصير فعلي فعل عليه، متى يكون فعلي فعل عليه؟ إذا علمت به. زين، فتوقف الفعلية توقف وجود الحكم على اي شيء على العلم بالحكم وتوقف فعليه الحكم على اي شيء على اصل العلميه يعني انا حينما اعلم مثل الزوال حينما اعلم يكون ذلك الحكم فعلي عليه سؤال كيف يمكنني ان اعلم به إذا الحكم بعدما متحول إلى ناجز وبحقي فعلمي يكون به إنما يكون علم هو يعني بعد الفعلية فتوقف الفعلية على الفعلية توقف العلم بالحكم على العلم بالحكم نبينها بصورة أخرى احنا عندنا بالنسبة إلى الصلاة مثلا متى تجب الصلاة تجب الصلاة حين حينما تزول الشمس فإذا زالت الشمس فنصلي هذه بالنسبة إلى توقف الحكم على أي شيء على الزوال هذه ما فيها مشكلة باعتبار هناك توقف من جهة واحد وهو الحكم متوقف على قيده وهو الزوال أما بالنسبة إلى أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم فهنا اولا انا متى يكون الحكم فعلي عليه حينما اعلم به جيد ومتى اعلم به حينما يكون فعليا فهنا فالفعليه تكون ممكنه ام لا لا تكون ممكنه تكون مستحيله لان الفعليه متوقفه على نفسها العلم بالحكم متوقف على العلم بالحكم فهو مستحيل فباعتبار ان الحكم هنا العلم به متوقف على وجوده ووجوده متوقف على العلم به، إذا العلم بالحكم متوقف على العلم بالحكم، لذلك يكون مستحيلاً. إحنا سابقاً بالنسبة إلى الزوال ماكو توقف من جهتين، هناك فقط الحكم متوقف على قيوده. ما هي قيوده؟ واحدة من القيود هو الزوال، أن تزول الشمس، حينما تزول الشمس فيكون الحكم فعلي، أما هنا هنا اخذ العلم بالحكم، يعني انا متى يكون الحكم فعلي؟ حينما اعلم به، زين، متى اعلم به؟ حينما يكون فعلي، فتوقف العلم به على العلم به، توقف الفعليه على الفعليه، فيكون مستحيل. قد يقال بان هذا الدور هو فيه مشكلة ما هي هذه المشكلة؟ يقول نحن نمنع التوقف الثاني، يعني التوقف الأول أن الحكم متوقف على العلم بالحكم، جيد أما التوقف الثاني فتوقف العلم بالحكم على أي شيء توقف العلم بالحكم على أي شيء على الحكم يقول هذا نمنعه لماذا تمنعه يقول لان نحن الان بالنسبه لاي شخص حينما يريد ان يعلم توقف العلم بالحكم على اصل هذا الحكم فاذا حصل هذا الحكم فانا اعلم به يقول هنا التوقف لا يكون على ذات الحكم، يعني توقف العلم بالحكم هم شلون يفرضون يفرضون الدور، الدور ان الحكم يتوقف على الحكم، يقول التوقف الثاني اللي هو توقف الحكم على الحكم، يقول هذا ليس التوقف على ذات الحكم بل هنا التوقف على الصورة الذهنية للحكم وإلا لا توقف على ذات الحكم ما هو الفرق بين الصورة الذهنية وبين ذات الحكم شوف لو كان التوقف على ذات الحكم مثل توقف العلم على ذات المعلوم به ليلزم أن يكون كل علم مصيبا للواقع لماذا؟ لأنه إذا توقف العلم أنا توقف علمي على بوجود القلم على أصل هذا القلم، فيكون علمي بوجود القلم هذا علم مصيب للواقع، زين، بالنسبة إلى المعلومات الخاطئة، لو علمت خطأ واشتباها بأن زيد وراء هذا الباب مثلا، هنا علمي خاطئ. فإذا كان علمي خاطئ هل معنى ذلك أن علمي لا يكون موجودا؟ فالعلم لا يتوقف على وجود ذات المعلوم حتى يكون كل علم مصيبا وبالتالي يلزم الدور. إذا على أي شيء يقع يتوقف؟ يتوقف على الصورة الذهنية، يعني العلم هو ليس حضور المعلوم لدى العالم بل حضور صورة المعلوم لدى العالم ذلك العلم هو علم حضوري العلم الحضوري ليس هو له دخل هنا بل نحن نتكلم حول العلم الحصول العلم الحصول ما هو هو حصول صورة الشيء عند العالم فحصول الصوره لا يقتضي ان تكون الصوره او اصل الصورة المأخوذة من الشيء من ذات الشيء يكون موجودة لا بل علمه بالصورة الذي هو بمثابة المرأة يعكس عن ذلك الطرف زين شنو اللي راح نحصله من هذا اللي راح نحصله من هذه المسألة أن التوقف ليس على ذات المعلوم بل التوقف يكون على الصورة الذهنية فلا يكون هناك التوقف على نفس الشيء، فعل فوجود الحكم متوقف على شيء اخر، مو على نفس الحكم بل على الصوره الذهنيه، فتوقف قيد وجود الحكم على اي شيء على الصوره الذهنيه، مو على ذات الحكم، فلا دور. يقول السيد الشهيد: هذا ايضا انتم نرجع صح في البدايه قد يكون انه متوقف ذات الشيء على ذات الشيء بالتالي نقول هذه الصوره الذهنيه تعكس اي شيء الصوره الذهنيه لابد ان تعكس على ذات الشيء يعني انما الصوره الذهنيه بمثابه المراه والمراه الان حينما انظر الى المراه المراه مو تعكس من العدم بل هي انعكاس لما هو موجود في الخارج فاذا هذه الصوره الذهنيه ايضا هي انعكاس لما هو موجود في الخارج فيكون بذلك ايضا يتوقف العلم بالحكم على العلم بالحكم فيكون دورا يعني يقول بهذه الخطوه التي ذكرتموها لا ينتفي الدور يبقى بالتالي بكان ما يكون الدور صريح راح يكون مضمر، بكان ما يكون توقف العلم على نفس العلم، هنا توقف العلم على الصورة والصورة متوقفة على ذات العلم، فيكون توقف العلم على العلم فأيضا يبقى الدور، إذا ما هو طريقة الحل؟ يقول طريقة الحل لا تنسون احنا فرقنا بين الجعل والمجعول. اذا كيف تحلها سيدنا؟ يقول: توقف العلم بالجعل على فعليه المجعول فلا دور. يعني شلون؟ يعني التوقف علمي توقف فعليه المجعول انه متى يكون الفعل مجعول وح... اللي هو يكون فعلي الحكم. حينما انا اعلم بالجعل فاذا علمت بالجعل ذلك العلم يكون قيدا من قيود المجعول فاذا تحقق القيد تحققت الفعليه فعليه الحكم المجعول فلا مشكله فيها فانا علمي باصل الجعل داخل كقيد في فعليه المجعول وبما أنه صار عندنا طرفين فإذا لا دورة ولا مشكلة في هذه المسألة نطبق يقول أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم استحالة اختصاص الحكم بالعالم به إذا جعل إذا جعل الحكم على نحو القضية الحقيقية واخذ في موضوعه العلم بذلك الحكم اذا علمت بالحكم فيجب عليك ما هو موجود في الحكم مثلا اختص بالعالم به راح يكون مختص بهذا العالم لماذا لان اخذ العلم به في موضوعه فالذي لا يعلم به يعني الشاك او الجاهل هذا يكون خارج عن فعليه فلا يكون بحقه فعليا فيكون الحكم مختص فقط بالعالم اختص بالعالم به ولم يثبت للشاك او القاطع بالعدم لان العلم يصبح قيدا للحكم العلم بالحكم هو قيد لأصل الحكم، غير أن أخذ العلم قيداً كذلك، يعني أخذ العلم قيداً بأنه يكون العلم في موضوع الحكم، قد يقال إنه مستحيل. آه هذه الأخذ أخذه كقيد يقال أنه مستحيل. لماذا؟ يقول وبرهن على استحالته بالدور لا مو الطرف الاخر فقط قال كذلك لا بل يقول جاء ببرهان يقول ان هكذا شيء يكون دورا وهو مستحيل لماذا تفسير الدور وذلك لان ثبوت الحكم المجعول متوقف على وجود قيوده الان فعليه الصلاه متوقف على اي شيء؟ على الزوال. فاذا الزوال هو واحد من القيود التي تجعل الحكم حكم الصلاه فعلي، كذلك هنا العلم بالحكم هو لان ثبوت الحكم المجعول اللي هو فعليه هذا الحكم، فعليه هذا الشيء متوقف على وجود قيوده. قيود ما هي هي العلم به والعلم بالحكم متوقف على الحكم زين ده الفعلية متوقفة على العلم جيد العلم متوقف على الحكم لأن العلم بأي شيء العلم بالحكم فلا بد أن أعلم بالحكم قبل الحكم وهو باطل ودور والعلم بالحكم متوقف على الحكم توقف كل مع كل علم على معلومه لان كل علم يتوقف على وجود معلومه على معلومه فهنا صار عندنا توقف لاصل العلم على وجود معلومه ووجود المعلوم على العلم فاذا يستلزم الدور فاذا كان العلم بالحكم من قيود نفس الحكم لزم توقف, توقف كل منهما على الاخر وهو محال توقف الفعليه على الحكم على العلم بالحكم وتوقف العلم على الفعليه وهو باطل محال الجواب الأول يقول: وقد أجيب على ذلك بمنع التوقف الثاني، صح أن فعلية الحكم متوقفة على العلم، ولكن من قال بأن العلم بالحكم متوقف على الحكم؟ لا متوقف على أي شيء، يقول متوقف على الصورة الذهنية، مو على نفس الحكم. لأن العلم بشيء لا يتوقف على وجود ذلك الشيء. العلم بالشيء مو يتوقف على وجود ذلك الشيء، وإلا لكان كل علم مصيبا، إذا توقف العلم بالشيء على وجود ذلك الشيء فلزم أن يكون كل علم مصيبا، وهذه قاعدة صحيحة أم لا؟ لا ليست بصحيحة. وإنما يتوقف على الصورة الذهنية، ها فالعلم بالشيء ماذا؟ يتوقف على الصورة الذهنية له في أفق نفس العالم، يعني في نفس آن العالم عندي الصورة الذهنية اللي حاصلة إلي من خلال هذا الحكم هو آه هذا العلم بهذا الحكم متوقف عليها. مو اصل وجودي ذلك الشيء في الخارج، الان انا علمي علمي بالاشياء متوقف على الصوره الذهنيه الموجوده عندي. حتى مرات تكون موجوده هذه بالخارج ولكن ما موجوده الصوره عندي ذهنيه، فاذا لست عالم بها. مرات عندي صوره ذهنيه وهي ليست موجوده في الخارج، فهذا ايضا يكون علم غير مطابق، هناك جهل يكون. فاذا يقول أن العلم لا يتوقف على أصل وجود الشيء بل يتوقف على الصورة الذهنية في أفق نفس العالم نفس العالم أي أن العلم يتوقف على المعلوم بالذات اللي هو الصورة الذهنية شوف أنا عندي معلوم بالذات اللي صورة الذهنيه والمعلوم بالعرض ما هو هو إنعكاس الصورة الذهنية خارجا يعني أنا الآن اللي موجود من خلال هذا الكتاب في ذهني ما هو وصورة الصوره الذهنيه للكتاب هذه الصوره الذهنيه للكتاب موجوده هنا هذه الصوره الذهنيه هي معلوم بالذات ولكن الكتاب معلوم بالعرض يعني انا اعلم وجود الكتاب خارجا بواسطه ما هي هذه الواسطه المعلوم بالذات ما هو المعلوم بالذات الصوره الذهنيه اي ان العلم يتوقف على المعلوم بالذات لا على المعلوم بالعرض فلا دور كيف حل الدور هناك الفعليه متوقفه على على العلم اللي هو اصل وجود الحكم فعليه الحكم متوقفه على العلم فعلية الحكم متوقفة على العلم باعتباره هو قيد من قيوده أما أصل العلم مو متوقف على نفس الفعلية بل متوقف على الصورة الذهنية الصورة الذهنية لأي شيء للمجعول فيقول فلا دور نقول أيضا هذا أنت, أنت بعدت الدور من, من الصريح إلى المضمر انت خليت الدور بكان ما يكون مباشر الى واسطة وبالتالي هذه الصورة الذهنية اللي معلومة بالذات تبين لي شيء ام لا تبين لي شيء فاذا بينت لي شيء معنى ذلك ان العلم بالحكم متوقف على العلم بالحكم وهو باطل الا ان هذا الجواب هذا هو اللي بينت لكم انه هذا الجواب لا يؤثر على اي شيء على اصل الاستحاله الا ان هذا الجواب لا يزعزع الاستحاله العقليه ما يزعزع الاستحاله العقليه يبقى مستحيل لان العقل قاض بان العلم وظيفته تجاه معلومه مجرد الكشف ودوره دور المراه العلم ماذا يصنع تجاه المعلوم فقط كاشف مرآة عن الخارج بالتالي هذا العلم بالحكم العلم بالصورة الذهنية هذه الصورة الذهنية انعكاس لشيء موجود أم لا فإذا كانت انعكاس لشيء موجود فبالتالي راح يكون لازم أنه وجود هذا الشيء حتى تحصل للصورة الذهنية وفعلية الحكم متوقف على وجوده وهذه الصورة الذهنية متوقفة على الوجود فيلزم من ذلك الدور يقول ولا يعقل للمرآة أن تخلق الشيء الذي تكشف عنه من المرآة ما تخلق لنا الأشياء اللي تكشف له فلا يمكن أن يكون العلم بالحكم دخيلا في تكوين شخص ذلك الحكم جيد زين سيدنا الآن أنت بينت هذه المسألة هل عندك حل لهذا الإشكال أم لا يقول نعم احنا بينا سابقا الفرق بين الجعل والمجعول فلا اشكال ان يكون العلم بالحكم قيد للمجعول ولكن اي علم العلم بالجعل قيد للمجعول فلا مشكله يعني علمه بالجعل هو يكون بمثابه القيد لاي شيء لفعليه المجعول فلا توجد اي مشكله، لماذا؟ لان المتوقف والمتوقف عليه افترقا. متى يكون الدور؟ يكون الدور فيما اذا كان المتوقف والمتوقف عليه واحد، اما اذا حللنا هذه المساله واذا حاولنا ان نرتبها بصوره لا يكون المتوقف والمتوقف عليه واحد فلا مشكله، يقول: غير ان هذه الاستحاله انما تعني عدم امكان اخذ العلم بالحكم المجعول قيدا له آه فاذا المشكله في اي شيء في في العلم الثاني لان العلم الثاني يتوقف على فعليه المجعول فاذا رتبنا هذا العلم الثاني بأنه يتوقف على شيء ليس هو قيد فيه فلا دور وأما أخذ العلم بالجعل العلم بالجعل ها قيدا أنا علمي بالجعل ماذا يكون؟ هو قيد لأي شيء لفعلية المجعول يعني علمي بجعل الصلاة علمي بجعل الصلاة يكون قيدا لاي شيء لفعلية الصلاة، علمي بجعل الح... بجعل أص... الحج هو مأخوذ لفعلية وجوب الحج عليه، وهكذا فلا يكون عندي اي مشكلة، واما اخذ العلم بالجعل قيدا للحكم المجعول فلا محذور فيه بناء على ما تقدم من التمييز بين الجعل والمجعول ماذا هناك بينا أن هناك فرق بين الجعل والمجعول فإذا فرقنا هناك فهذه الثمرة راح تفيدنا هنا بأي شيء نقول أن العلم بالجعل هو قيد لفعلية المجعول فلا يلزم دور ولا إخراج للعلم عن دوره الكاشف الباحث إذن تبين لنا أنه يمكن أن يؤخذ العلم بالجعل العلم بالحق في موضوع الحكم ولكن الاختلاف هنا يجب أن يكون واضحا عندنا فإن العلم بالجعل هو قيد لفعلية المجعول فإذا توصلنا إلى مسألة وهي أنه هل يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم فيكون العلم فيكون الحكم مختص بأي شيء بالعالم به دون الشاك ودون العالم أو القاطع بعدمه ويقول هنا لا بأس ولا مشكلة فيها ولكن قيل بأنه يستلزم الاستحالة لماذا استحالة؟ لأن توقف الشيء على نفسه توقف العلم بالحكم على وجود الحكم والعلم بالحكم لا يكون فعلياً إلا مع وجود الحكم والعلم متوقف على الحكم والحكم متوقف على العلم فيكون دور حل الدور أولاً بأن التوقف الثاني يعني العلم متوقف او الفعليه متوقفه على العلم ماكو مشكله، ولكن العلم متوقف على اي شيء مو على ذات المعلوم بل على الصوره الذهنيه فلا دور، ايضا السيد الشهيد رحمه الله عليه يقول هذه المساله ايضا انتم ما حليتوها، انتم فقط بعدتوا المساله قليلا. فاذا ما هو الحل؟ الحل ان يكون العلم بالجعل هو يكون مأخوذ قيدا في أي شيء في فعلية المجعول فلا دور أما الثمرة في هذه المسألة فسنذكرها إن شاء الله في الدرس المقبل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد